مسافرين ايوه نزلوا الجوازات على سبيل التأشيرات جاهزة، شي ننزل نحجز باصات ونسافر السعودية. رجعوا نحن من نقطة الحديد، قالوا شو تذاكر؟ كيف تذاكر ونحن حال احنا معاملة هذا على معاملة، تروح المكتب تحجز من نفسك، تروح تحجز موقف الجواز. أكون شعب أحب على الله أمشي بعلي ما حدث أنه وصلنا أمس إلى نقطة الحديد، متجهين إلى عدن، ذاهبين مطار عدن. معنا رحلة يعني كان على أساس اليوم الساعة 9، منعوا، ما فيش أي أسباب لمنع من الدخول. يعني قلنا لهم إيش سبب يعني أنكم تمنعوا من الدخول؟ هل تشتوا بطاقة شخصية؟ ما جبنا لهم البطاقة الشخصية، طلبوا البطاقة الشخصية، يشوف البطاقة يرجع ويقول لك ارجع على طول، الكل يرجع. طيب معانا عائلة، نحن رايحين يعني بنروح المطار وكذا، يقول لك ممنوع. في يعني الحل الوحيد أنه تدخل العائلة ومعهم مرافق واحد. طيب في كثير مسافرين يقول لك لا، ما فيش، العائلة تدخل بس ويرجع الجميع. رجعوا الجميع طبعا. في كان قدو يعني من اليوم اللي قبل انهم مقفلين الطريق، والناس طبعا طول الليل هنا جالسين بالمكان، صحراء ما فيش مكان. طيب يعني جيبوا لنا اسباب معينه، يعني تقول يعني سبب المنع ايش ممكن نجيب، يعني ايش الممكن اجراءات نقوم فيه بي عشان نمر. يقول لك ممنوع كذا بدون سبب، معانا اوامر يعني مانعين الناس، يعني حاله ماساويه فعلا كانت للناس. هي معانا